مصر دولة عريقة جدا، دي دولة عمرها 7000 سنة، بتحترم نفسها وبتحترم أهلها. حتى لو كان لكن اللي هيرفع السلاح، احنا بنتكلم قانون هيمشي على الكل، علينا كلنا من أول رئيس الجمهورية لغاية أبسط مواطن في مصر. وهي دي الدولة اللي احنا بنكافح عشان هي تبقى موجودة، وبيدفع الثمن ده عشان تبقى دولة قانون ودولة مؤسسات، تبقى مش لحد بعينه، تبقى لمصر وللمصريين.